السلام عليكم مشاهدي قناه لو سي تي في، اهلا ومرحبا بكم في ميكروفون جديد. ميكروفون اليوم خاص بالدوري المغربي، دوري المحترفين لكره القدم. فريق الرجاء البيضاوي بعد سلسله الانتصارات الاخيره غادي يلعب امام فريق شباب الريف الحسيمي بعقر دار هذا الاخير. فريق شباب الريف الحسيمي اللي كيلزمو ينتصر في هذه المباراه من اجل الابتعاد من مناطق اسفل الترتيب. خرجنا باش نسولوا الجمهور الرجاوي والمغربي عامه على التوقعات ديالو لهاد القمه. هذا الميكروفون يقدم لكم برعايه المغربيه للالعاب والرياضه لايم دي جي اس، ما تمشوش بعيد. السلام عليكم، كنبغي ندير واحد التحيه للسي تي في، وبالنسبه لماتش الرجاء والحسيمة ان شاء الله غادي يكون بفوز الرجاء البيضاوي. حنا كنعرفوا بلي الحسيمة هذا العام كتمر بظروف صعيبه، ويعني غطي هذه بلا ما نهضروا عليها، وكما ضرب باش الوداد السروحات حنا غنعمروها ان شاء الله، هذه حاجه طبيعيه. وبالنسبه للرجاء واش غتجيب بطوله ولا لا؟ صعيب على في الوداد ضربت في البطوله بزاف، فهمتي؟ مهم الرجاء البيضاوي ربما الاهداف الاسمى ديالو هي يحصل على الرتبه الثانيه ويمشي لعصبه الابطال. باش نلعبوا في عصبه الابطال وان شاء الله. الله يحفظك خويا. كنوجه التحيه للدراري كانوا معايا في التدريب كاملين واحد واحد. وبالنسبه للرجاء فنقول غادي المركز الثاني ان شاء الله ديالنا. وغنلعبوا في عصبة الابطال. لا صعيب المركز الاول. شي ديديكاس للجمهور الرجاوي اللي فيدال مع الفريق ديالو. ديديكاس الجمهور الخضراء كامل اللي رغم المشاكل وشحال من حاجه دارت سبا الرجاء ما سمحش فيها، وديما التيفوات واللعيبه حاضرين. والماتش الاخر ديال الاسي 1-0 تحيه للدراري. النتيجه اللي كتوقع على هذا اللقاء الرجاء والحسيمة؟ الوداد 0-1، حنا عطاوها 7-1 كما بركان بحال بركان. ان شاء الله الرباح الرجاء رابحين. يعني الرجاء كتشوف سلسله انتصارات الاخيره، الرجاء على ما يرام، واش كتشوف باللي الرجاء قادره توصل على الوداد وتجيب البطوله؟ عندنا 10%، هذيك 10% هي اللي غنلعبوا عليها، وهما غادي يربحوهم في الديربي ان شاء الله. ياك ان شاء الله. واخا التوقعات ديالك لهذ النتيجه هذا اللقاء؟ ديالاش؟ الرجاء والحسيمه ان شاء الله رابحين. بشحال؟ ب1-0. 1-0 المهم هو 3 نقاط. تبارك الله عليك خويا الرجاء. كاين شن بعدا كاين فريق البركاني على الاداء الجيد اللي دار في المدينه الافريقيه، وكنقول الاخوان الاكاديريين ان باقي الكره منفوخه بالبرد، راه ماشي شي حاجه. يعني من هذه الرساله هذا الرجاوي كيوصل رساله اللي زوينه بزاف، هو انه رغم انه رجاوي ولكن ساند فريق حسنية اكادير وساند فريق النهضه البركانيه في المسابقات القاريه. برافو، هذا احسن ميساج للجمهور البركاني والاكادير. اما بالنسبه للمقابله ديال الرجاء ونادي الاكادير حسنية اكادير، اما الرجاء البيضاوي والحسيمة، النادي الرجاء الرياضي البيضاوي ونادي حسنية اكادير، شباب الريف الحسيمي. شباب الريف الحسيمي، ان الماتش ديال الرجاء سالينا في الالي ب5-0. الماتش الرجوله بضروري غنربحوا بفوريا شي فور كما تنقولوا. النتيجه اللي كتوقع على هذا اللقاء 6-0 عاوتاني. اما بالنسبه لفريق الرجاء قلتي الطموحات ديالها هربات في البطوله، بالنسبه لحنا حنا الكره منفوخه بالبرد، حنا نقدروا نديو البطوله. شحال من مره دينا، اما نفكرك في 2010 تكلاسينا حنا مارش 15 في الالي ودينا البطوله. الرجاء ظن تسعه الماتشات هي في الوراء على الوداد، راه خصك تحسم البطوله، ولكن في كره القدم راه ما كتعرفش شنو كاين. يعني الا لعبوا رجال وداروا بحال تسعه الفينالات راه نتمناو كاع الخير. واخا الرجاء الحسيمه، كرجاء العاطفه راه غنقول الرجاء خصها تربح، ولكن راه الا لعبوا بحال الماتش اللي فات في البروميير ميتا ان شاء الله يكون خير. واخا النتيجه اللي كتوقع على هذا اللقاء؟ 1-0. حيت اللقاء ماشي سهل بالنسبه للرجاء. واخا ديديكاس للجمهور الرجاوي. الجمهور الرجاوي انا راه واحد من